أعزائنا المشاهدين مشاهدي قناة الحقيقة الفضائية فيما كنتم فيما توجدتم، السلام عليكم. عدد جديد ولقاء جديد غيجمعنا بكم دائما في إطار برنامجكم، البرنامج اللي من خلاله كنستعرضوا حالات شفاء اللي كتجي لمجموعة مراكز الهاشمية للأعشاب الطبيعية وكتستعمل جرعة المكملات الغذائية، وأكيد أنها لا تيأس من رحمة الله. هادشي علاش برنامجكم هو برنامج ولا تيأسوا. بعد لحظات غنتحدثوا إن شاء الله رفقة السي مصطفى على الحالة ديال الخالة ديالو السيدة فاطمة. أكيد أن السيدة فاطمة سنوات عديدة من المعاناة مع مشكلة القولون العصبي بالتداعيات وبالترتب يعني اللي كترتب على هاد المشكل العويص كما قلت، يعني مرض القولون العصبي من بين الامراض المستعصيه جدا واللي يعني كيكون عندها مضاعفات كثيره. اعزائنا المشاهدين يعني كيف غيجي على لسان سي مصطفى الخاله ديالو كانت على فراش الموت، ولكن ولله الحمد من بعد ما استعملت جرعات المكملات الغذائيه حالتها تحسنت بشكل كبير وهي اللحظه بصحه جيده. واكيد ان سي مصطفى غيروي لكم وغيحكي لكم يعني تفاصيل المعاينه ديالو الحاله ديال الخاله ديالو اللي كانت كما قلت يعني حالة متدهورة جدا، وأيضا تفاصيل المرض ديالها يعني أو تفاصيل الشفاء ديالها يعني من بعد ما استعملت جرعات المكملات الغذائية اللي كان كيجيبها لها هو، ولله الحمد لله اللحظة بصحة جيدة. وكما قلت وكيف ما غيقول أيضا سي مصطفى تحسنت بشكل كبير. كل هالتفاصيل أعزائنا المشاهدين غادي تلقاو معها بعض لحظات خلال حلقة اليوم، فتابعونا. السلام عليكم، معكم مصطفى المرضي، جيت نهضر على السيدة خالتي فاطمة شعبيب اللي كتسكن في النواحي ديال سطاج. بالنسبة للحالة اللي عندها كتعاني من القولون اللي كانت كتعاني منه من زمان هادي، ولكن واخا كانت تمشي للسبيطار وداك الشيء ما داروا معها حتى شي حل. حتى الاخر اوبيراسيون دارش على قبل المرارة، قال ليها الطبيب قال لي يمكن راه عندك شكيش، قال لي عندك شي ميكروب في المصران ديالك. مشاش صافي ولا شويه بخير صافي حتى لهاد العيد الاضحى اللي فاش دات سيمانه مورا قالت لك خاصني نمشي ندير غير واحد الكونترول عند الطبيب. مشى دات كونترول قال لي راه عندك لي غاز في المصران. خدينا واحد الدواء، مشينا خدينا داك الدواء بحال هو اللي اثر عليها تقريبا كاع، يعني نوض لي ديك الحاله اللي كانت عندها نوض عليها صافي. تا ولات ما تقدر تهضر اول حاجه، يعني بدا كي تنفخت لي الكرش ديالها، راه ولات تقريبا ولات منفوخه بحال هكا، ما تقدرش الماكله ما بقاش كتاكل يعني، والهضره ولات الهضره ديالها قليله صافي. حنا ديجا حنا كنا كنتبعين قناه الحقيقه كنشوفوا حالات، ولكن واخا هذيك الحالات كنا كنشوف كان عند انسان ما كانش كي داك الشيء كي كيقول لك داك الشيء راه هضره، ما كانش داك الشيء كان عنده، كانش امن بيه، كانش عنده واحد الثقه كامله. ولكن هي قالت لك انا بغيت هاد الكارطون نجيبوها ليا، يا اما نتشافى عليا يا اما نموت عليها. جينا هنايا هي رغم الكبار ديالها وعندها واحد الاعاقه في رجليها ما قدرتش تجي هنا للمركز. جيت انا هنايا البنت اللي خدامه هنا في المركز اتصلت بها قلت لها كاين وكاين، قلت لها دابا راه كاين في المركز هالبنت هي حداك كندوز لك وحكي لها ديك الاعراض اللي عندك صافي. البنت اللي خدامه هنا اتصلت بها بحال هكا هضرت معها قالت لي الاعراض اللي عندها، قالت لي انا كنعاني من القولون، عندي انتفاخ في القولون وعندي الم في المعده. هاد الجرعه يعني ما خرج ديك الشيء، خرجت واحد 4 ايام هي صافي. من هذيك 4 ايام الهواخ كتهضر بشويه ما بقاش كتهضر مزيان اول حاجه، ولا طريحه فراش الموت يعني ما بقاش كتاكل، ولا ود الملي كيبغي يدوز ولا كيدوز لها معلقه صغيره في الفم ديالها ما بقاش كتاكل ما والو صافي. ديت لي انا هاد الجرعه، يعني هاد الجرعه في الاول ديتها ليها واخا كنبزز عليها ما قدرتش تشربها، كنبزز لها كنقول لها غير شرب، هي كنت قلتي جيب لي هاد الجرعه وخاصك تحملها لعل الله وعسى يكون شفاء عليها. هاد الجرعة النهار الاول الناس كيجيو عندنا تماك، الناس كيجيو راك عارف المجتمع ديالنا كيجي كيقول لك هاد الدواء راكم جيتو غير خسر شو، راه السيدة راه لك الله من جيتها وصافي، راه السيدة راه في حال يرسلها صافي. انا ما تبعناش الناس يعني بقينا كنعطيو هذاك هاد الدواء اللي بقينا متبعينه ليها في الوقت ديالو،
خلال لمدة 4 أيام الله سبحانه وتعالى من اللي كيبقي قاعد الفراج يعني صح بدات كتحسن شوية ولات كتهضر معك وخا ما كانش كتهضر كتهضر معك غير بالإشارة بحال هكا هي تهضر معك غير بالإشارة تقولك بحال هكا ولا شنو قربت تسالي الجرعة الأولى صافي ولات كتريح بحال هكا هضرت الهضرة كتهضر ثقيلة جيت خديت لي الجرعة الثانية صافي من بعد ولات كتهضر شويه كتهضر بحال كتهضر معاك شويه ولات كتريح كتسولها كتقول لك اشنو كاين يعني المده من بعد ما بقاش ولا شويه بخير الحمد لله ولله الحمد من بعد اتصلوا بيا البارح واحد البنت قالت لي كاين وكاين قلت لها راه انا ماشي انا كنحسب لي انا اللي مريض قلت لها لا قلت لها السيده خالشه راه هي اللي عندها هذه الحاله ولكن راه ما تقدرش تجينا للمركز هي من بعد ما قلتها ليها فرحاش قالت لي انا كون ماذا بيا كون مشيت انا نهضر على هذه الحاله ديالي وكيفاش كنت كيفاش وليت قلت لي ماذا بيا كون مشيت انا بفرحاش عليا نمشي انا وهاد السيد اللي انا كنعشابرو صيفط الله سبحانه وتعالى كمعجزه لهاد الناس يعني وانا بصيف شي انايا من خلال ما شفت هذيك الحاله اللي هي كتعاني منها انا راه كان شابر هاد السي الهاشمي الله يجازيه بخير سخر الله سبحانه وتعالى كمعجزه لهاد الناس والله العظيم يعني كيفاش الناس كيديروا فيه واحد الثقه وما كيخيبش ظنهم فيه واخا الانسان كلمه الشكر قليله في حقه يعني الشكر والخلاص اللي غيخلص الله سبحانه وتعالى على هاد على هاد الثقة اللي كيديروا فيه الناس وكيجيو عنده واخا كيتسدوا كيتسدوا في وجوههم بيبان ما كيجيو كيلتاجوا لعندو هو المركز ديالو وكيديروا فيه واحد الثقة وكيديو هذيك الجرعة الأولى كيبدا واحد شوية كاين واحد شوية تحسن من بعد الجرعة الثانية كيبدا ثاني واحد شوية تحسن أنا خديت ليها الجرعة الأولى يعني راه كما قلت لكم راه كانت في فراش الموش ما كانت كتهضر ما والو يعني من بعد الحاله ديالها كملت ديك الجرعه الاولى قالت لي خاصك تجيب لي الجرعه الثانيه صافي جيت خديت لها الجرعه الثانيه ديتها ليها ولات بخير الحمد لله ولله الحمد دابا راه يعني الا شتيها واخا هي رغم الكبار سن الكبار ديالها ولا عندها 69 الكرسي المتحرك يعني ما بقاتش ديك الحاله اللي ديك الحاله اللي الانسان كان ديك الحاله ميؤوس منها كيقول لك شو واش تقدر تعيش ولا ما تعيش كانوا كيقول لك راه هاد السيده اللي جاوا في شك في الحاله ديالها وكيجيو كيشوفوها كيقول لك راه لك الله من جهتها وصافي من بعد ما جاو شافوها وشافوا ولا تحسن كيقولوا ما شاء الله على هاد القدره اللي الخلق اللي صيفط الله سبحانه وتعالى اللي كيداوا الناس على اليد ديالو واحد السيد جارنا يعني فينا واحد ديال 16 كيعاني شو من هاد من بعد ما شاف هذاك الاستحسان على الحاله ديالو اتصل بيا ولده هنا كاين هنايا في سميتو في هنا تا هو كاين في كازا اتصل بيا قال لي واش قدرت تمشي مع ولدي للمركز يعني جيت انا ثاني للمركز هنايا هضرت معاه قلت لي شنو كاين دوزت ليه البنت اللي خدامه هنا حكى لي الاعراض اللي عنده خاد واحد الجرعه دابا اول جرعه عنده يعني الانسان من بعد ما كيشوف داكشي اللي كيشوفه قدام وكيفاش كانت السيده خالتي كيفاش كانت راه طريحه فراش الموش يعني حاله ميؤوس منها راه شوف واش تقدر تعيش ولا ما تعيش من بعد ما كيشوف هو داك كيفاش كانت في ديك الحاله وكيفاش حتى تشافاش يعني الانسان ما بقاش عنده واحد الشك كي اللي قلت شي ليه كتحكي ليه كيفاش كانت وكيفاش ولاش بالخصوص اللي شافها بعينه يعني الناس كيولوا اللي تلاقى معاه وبصيفش انا اللي تلاقيت معاه كيعاني من شي حاجه كنقول ليه شوف غير دير واحد النيه يعني الا كانت عندك واحد النيه وجيت دير عندك واحد النيه باللي هاد الدول اللي غادي تاخذ وغادي راه حنا الجسم ديالنا والعقل ديالنا كيستاجب مع داك الدواء والشفاء كيكون راه الله ربي قالك دير السبب والكمال عليه يعني غير دير السبب والكمال على الله سبحانه وتعالى يعني ملي كتشوف ديك الحاله انسان راه ما بقاش عنده واحد الشك يعني راه صافي يعني الشك اللي كيكون عندك تقدر تكون كتشك من تكون ماشي في شي حاله
تقدر تشوف تقول ماما شوف الناس كانوا كيمشيو عند الطب متبعين عند اطباء وما داروا اللي ما داروا معاهم والو. كيجيو كيلتجؤوا للمركز هنا وكشفنا حالات يعني كيدوزوا كيفاش حتى ما تتشافى وداك الشيء كتقول ما شاء الله. احنا راه اول حاجه كنا مخلوعين والله. انا من بعد ما خديت ليها الجرعه اتصلوا بيا قال لي صافي من بعد ما شافوا الحاله ديالها قال لي صافي غير سير شوف لك كانوا يقدروا يرجعوا لك الفلوس صافي غير سير جيبهم من عندهم. ولكن هي كتقول لي من لا ما يمكنش كتقول لي خلوا لي انا هاد الجرعه يا اما تجيبوها لي يا اما غنتشافى عليها نتشافى عليها يا اما غدي لي روحي غير جيبوها لي وربي كبير. من بعد ما ديتها لي انايا كنقول لها شربي يعني شربت النهار الاول كنبزز عليها يعني كنبزها كنقول لها غير شربي هاد الدواء كتقول لي الحار يعني ما كتبقاش كتبغي ترجع كنقول لها غير حاول تبز على راسي قلتي جيب لي الجرعه انا نشتري لك ولكن حاول يعني المرة الاولى راك عارف انسان ملي كتكون ما واكلش يعني ما كلش لمده واحد 15 يوم ما دخلش النعمه كاع الكرش يعني الماء كيقطروا لي غير بمعلقه بحال وداك الدواء ملي شربات يعني كيمشي ليها نيشان يعني جا صحيح في الاول شرب وشا قاصح شويه كنقول لها غير حاولي تحملي. وجات عند ديك السيده واحد السيده كانت حدانا ديجا راه وقيلا كنتو مشيتو عندها هي كان عندها سرطان في التادي ديالها وهي كانت حاله يرسلها وصح داكشي جات عندها قالت لي شوف انا كيفاش كنت وانا ربي بغاني النور تاني لرجليه وانا تاني وليت بخير. قالت لي حاولي تبعي هاد الدواء تبعيه وما تحاوليش ما صافي غير تبعيه وربي غي ان شاء الله غيكون الخير وتبعاش ودابا كون هي دابا هي راه فرحانه كون لقات كيفاش تجي هنا تجي عندكم من المركز داك الشيء راه هي اللي غتحكي لكم على هاد الشيء اللي عاشته يعني كما كنقولوا ميت وحي راه هي هذيك يعني راه كانت ميته سبحان الله. ومن بعد ما ديت لها هذيك الجرعه الاولى بدات كتستحسن الحاله ديالها وديت لها الجرعه الثانيه والكذا دابا طبيعي يعني عنده واحد الكرسي متحرك ولات كتخرج برا تريح معاك تهضر معاه في التليفون تجاوبك مزيان يعني شحال هذا راه من هادشي اللي قلت لك انا راه كانت كتعاني منه شحال ما كانش كتقد تهضر يعني كانت كتزف عليها شي وداك المصرانه كاين القناه حتى كيولي تقريبا قدو يعني كتقول غنتفرقع كتقول لك غير حزموا لي الكرش ديالي وبقاو مركين عليها واخا كانت كتشرب الدواء داك الدواء اللي كتشربو غير كيكالمي واحد شويه والماكله اللي كانت غير شويه كترجعها كامله. من بعد ما تبعت هاد الجرعه الاولى يعني كان عليها شويه تحسن الجرعه الثانيه خداشها بقات دابا الجرعه الثانيه تقريبه تساليها يعني واخا باقي كيراود شويه ديال الالام من جهه لكن ما بقاش كيما كانت في المره الاولى داك الالم اللي كان كيجي راه تقريبا كان كيجي يوميا غير تاكل غير شي حاجه كتنفخ ليها البطن ديالك كيولي منفوخ صافي كتبدا ترجع كتبقى ترجع حتى ما كتبقى ما تصيب ما ترجع كتولي صافي ما تبقاش تولي سخفانه يعني دابا اول حاجه ما بقاش كترجع واخا كتجي ديك تراوي ديك الحاله وشويه الالام ماشي بزاف يعني قليله كثر شويه الماكله كتجي هذيك الحاله بحال هكا كتراود شويه الالام وداك الشيء. دابا اتصلت بها انا قلت لها راه غنمشي عندهم قلت لها واش انت صافي راك يعني الشفاء ديالك ولا مزيان قالت لي راه ولله الحمد قالت لي راك انت شفتي كلشي على عينك راه بلا ما نحتاج انا لما مشيت انا راك انت شفتي الحاله كيفاش كنت يعني الا مشيت نشارك راك شفتي في الحاله ديالك كيفاش اول مره كيفاش كنت كنعاني كيفاش حتى وليت في هذه الحاله اللي ولات بخير الحمد لله. قلت لي انت راك شتي كلشي على عينك يعني لا مشيتي انت لما مشيتش انايا ما لقيتش كيفاش ندير شي نمشي راك لا مشيتي انت راك انت كافي تحكي للناس. المهم اتصلت بها قلت لها واش انت صافي راه لا مشيتش انا واش باقي كتعاني من شي حاجه قالت لي لا قالت لي ما بقيت الحمد لله ما بقيتش كنعاني من والو
غير مره مره قالت لي باقي كيراودني شويه ديال الالم في البطن ديالي، قالت لي ولكن قالت لي داك الالم اللي كيراودني قالت لي ماشي بزاف تقريبا، قالت لي غير واحد شويه وكيفوتني. شحال هذا راه كان ملي من بعد كيجي الالم راه كيجي ساعات، يعني كتولي كتقول لك صافي غادي نموت غادي نتفرقع، ما عرفش اشنو هذا الشيء اللي كاين ليا هنايا كيدور ليا بحال ما عرفش شنو، شي حاجه كتدور ليا في الكرش ديالي ما عرفش شنو هي. يعني صافي دابا الاول حاجه ولات كانش راه كما كنقولوا نصاحبو عنده غير شي حاجه الله يستر شي مرض خيب ولا شي حاجه، دابا بيه خير ولله الحمد. دابا اول حاجه ولات كتوقف، يعني كانش راه ولات كتوقف وكتريح في الكرسي متحرك غير بوحدها، كتخرج ولات كتاكل مزيان واخا متبع شويه الريجيم وداكشي، ولات كتاكل شحال هضره ما كانش كتاكل كاع، ولات كتاكل مزيان. الماء ما كانش كتشربو كاع، كانت كتشربو قليل كتشربو مره في النهار كاع، دابا ولات كتشرب الماء مزيان، ولات كتاكل طبيعي، ولات تهضر معاك طبيعي، يعني ما بقاش عندها شي ما بقاش عند داك المرض اللي كان عندها شحال هذا ما بقاش. كتقول لك انا راه كنت كان عندي واحد المرض اللي انا قلت لك انا ما كنتش عارف راسي شنو، يعني الاطباء راه كتمشي عند هذا كيقول لي راه عندك لي غاز، الاخر كتمشي عنده كيقول لي راه عندك ما عندك حتى شي حاجه غير تبعي الريجيم، كل واحد كيخرج الدواء وداك الدواء اللي كتشربه ما وافقهاش، ملي كتشرب هذاك الدواء عامه كيزيد يتكاثر لي داك الحريق وداك الالم اللي كتحس به كيزيد يتكاثر شيئا فشيء. وانا الناس اللي كنصحهم اقسم بالله العلي العظيم، وانا من بعد ما شفت هذه الحاله كيفاش حتى كانت وكيفاش حتى ولات، راه كنقول كلمه شكر قليله في حق السي الهاشمي الله يجازيه بخير اللي صيفط الله كمعجزه الناس. راه الناس اللي قدروا يديروا في اللي كانت عندهم واحد النيه، اول حاجه راه كيما يقولوا النيه اللي دار عند واحد اللي دار واحد النيه وجا بغي ياخذ، راه والله العظيم الى الشفاء مضمون. يعني اي حاله ماشي نقول اي حاله اللي كانت عند الانسان، حيت انا شفت حالات كيفاش كانوا، واخا كنت كنشوف هذوك الحالات ما كناش كنقول راه الحالات كيفاش، ما كان عندي واحد الشك، انا بعداك كان عندي واحد الشك، ولكن من بعد ما شفت هذه الحاله اللي في الواقع اللي خالد شفتها كيفاش حتى كانت وكيفاش حتى ولات وكيفاش حتى تحسنت، انا راه هذا الشيء ما بقاش عندي واحد الشك ولا عندي الثقه الكامله في هاد المركز اللي ديال السي الهاشمي الله يجازيه بخير. يعني ولات عندنا واحد الثقه كامله، وليت اللي كنتلاقى معانا كننصحه وكنقول ليه شوف لك انت كتعاني من شي حاجه ولا اللي حكى لي شي حاجه، كنقول ليه شوف غير حاول سير المركز وحكي لهم هذاك الشيء اللي عندك، ورا غير دير النيه وسير تماك، راه ربي ما غاديش يخيب الظن ديالك، الا كنت درتي واحد الثقه راه ما غتخيبش. يعني كنقول لبنادم واحد الدري صاحبي كان يشوف من هاد القرون، قال لي انا كنمشي قياش ما خليش حل من مره شحال ما خسرش، كنقول شوف راه واخا هاد المركز اللي مشيتي وحكيتي ليهم داكشي اللي عندك، راه هذاك الشيء اللي هادشي هاد المقابل راه قليل في حق السي هاشم، راه هو بحال مسخر الله سبحانه وتعالى غير باش يتعاون مع الناس، راه شحال من واحد راه كيمشي كيخسر فلوس وكون غير كانت واحد الاستجابه، يعني كيمشي يخسر فلوس كيديروا لي زاناليز كي ما خليهم يديروا، ولكن ما كاينش واحد الشفاء، يعني غير كيقول الطبيب كيقول لك غير صافي هذاك، وكل واحد كيقول لك شوف هاك سير شرب الدواء من بعد واحد الشهر ورجع عندي، كيرجع ثاني كيقول لك شنو كتقول لي راه كالماني شويه ولكن باقي عندك، كيخرج لك دواء اخر داك الدواء اللي كتخرج ماشي بحال هنا كتجي للمركز كدير جرعه كتحس المهم كتحس بهذاك الشيء ماشي بحال كتحس بهذاك الاستحسان ولا عندك. وانا كنشكر السي الهاشمي الله يجازيه بخير على هذه المبادره الطيبه اللي دايره هنايا، اللي صيفطوا لنا الله سبحانه وتعالى كمعجزه، صيفطوا الامه الاسلاميه اللي داروا في اللي دار الثقه وش عنده واستحسر، كلمه الشكر قليله في حقه، غنخليو الخلاص الله سبحانه وتعالى هو اللي يخلصهم من عنده
السلام عليكم.